هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش لإنهاء الاحتجاجات التي تشهدها بلاده عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد أثناء اعتقاله من طرف الشرطة منذ أسبوع. وعد مقتل فلويد إشعال النقاش السائد في الولايات المتحدة بشأن عنف الشرطة في التعاطي مع الأقلية العرقية. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة ملك مهراج. مساء الخير ملك. مساء النور جوهرة. في 25 من شهر ماي لقي جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما مصرعه بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية خلال توقيفه من طرف شرطي أمريكي في حادث جديد تم ربطه بعنصرية الشرطة ضد الأقليات بالولايات المتحدة. تسجيلات الكاميرات كاميرات المراقبة التي بثتها وسائل إعلام وتسجيلات المارة بهواتفهم المحمولة أظهرت قدوم عناصر الشرطة واعتقالهم فلويد إثر إشعار من محل تجاري يتهمه باستخدام ورقة مزورة من فئة 20 دولارا أمريكيا. وتظهر أشرطة الفيديو تعرض فلويد للعنف من قبل 3 عناصر شرطة قبل نقله في سيارة الإسعاف وهو في حالة غيبوبة ثم إعلان وفاته بعد ذلك. هذه الواقعة التي تم توثيقها على نطاق واسع خلقت موجة هي الأقوى من الاحتجاجات العرقية بالبلاد. في 26 من ماي بدأت المسيرات الاحتجاجية بمينيابوليس قبل أن تتحول إلى أعمال تخريب. قابلتها الشرطة الأمريكية بالقنابل المسيلة للدموع، وفي الأثناء تم القبض على ضابط الشرطة ديريك شوفن المتهم الرئيسي في مقتل فلويد وثلاثة من زملائه. الاحتجاجات التي بدأت في مينيابوليس وتوسعت في ولاية مينيسوتا تحولت إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وأدت إلى إضرام النار في عدد من مراكز الشرطة وبروز أعمال نهب وتخريب استهدفت العديد من المتاجر، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز الحضور الأمني. بعد أيام من الصمت خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته في 29 من ماي وأدان الموت المفجع لجورج فلويد، لكن بعض تغريداته على تويتر وصفت بالمحرضة على العنف من طرف إدارة موقع التواصل الاجتماعي نفسه كما انتقدت على نطاق واسع. واتسعت دائرة الاحتجاجات لتمتد إلى العديد من الولايات والمدن الأمريكية مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ودنفر وممفيس. وفي 30 من ماي تم تعبئة 13 ألفا من عناصر الشرطة بمينيابوليس لصد المحتجين، وتم توقيف أكثر من 200 شخص بنيويورك بعد اندلاع أعمال العنف والتخريب. والتأمت الاحتجاجات بواشنطن أمام مقر البيت الأبيض. هذا المنحى التصاعدي لأحداث العنف دفع بالعديد من حكام الولايات الأمريكية إلى فرض حظر التجول بمعظم المدن الأمريكية بولايات مينيسوتا وكاليفورنيا وميسوري ونيفادا وتكساس وأوهايو، لكن ذلك لم يمنع خروج المظاهرات في هذه الولايات واستمرار أحداث العنف. الرئيس ترامب دخل من جديد على الخط متوعدا بنشر الجيش لوقف الاضطرابات التي أشعلها مقتل فلويد، وجاءت هذه التصريحات بعد أنباء عن مواجهة قوات الشرطة المتظاهرين بالعنف أمام مقر البيت الأبيض، الأمر الذي خلف استقطابا حادا بين ترامب ومعارضيه خاصة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن الذي انتقد تعاطيه مع أزمات العنصرية بالبلاد. ليست واقعة مقتل جورج فلويد الحادثة الأولى التي تشعل النقاش حول وحشية الشرطة في التعامل مع الأقليات العرقية بالولايات المتحدة. فخلال عام 2019 أظهرت دراسة لصحيفة الواشنطن بوست أن أكثر من 1000 شخص من أصول إفريقية قتلوا على يد الشرطة الأمريكية.